غالبا وانت في اعدادي او ثانوي دخل عليك المدرس اللي دايما بيسأل على كتاب الوزارة، ودايما عنده الجملة دي: الطالب من غير كتاب زي الجندي من غير سلاح. وطبعا ده على اساس اننا كنا بنذاكر او بنذاكر اساسا من كتاب الوزارة او حتى بنفتحه، وهي كانت المذكرات ولا زالت بتقضي الغرض. وبقى دلوقتي عندنا الحمد لله تابلت الثانوية والسيستم بتاعنا. فالجيمر هو كمان من غير شاشة ومن غير جهاز وماوس وكيبورد وسماعة واحيانا ماوس باد ما يبقاش جيمر. طبعا اخواتنا اصحاب نظرية المؤامرة عندهم الاعتقاد ان الماوس والكيبورد والسماعة الجيمينج ما لهمش لازمة واسم على الفاضي، زي مثلا تعليق عمله شخص ما على حلقة الصوت وقال اني بهبد، وانه لما بيلعب ببجي على الموبايل قادر طبعا انه يحدد اتجاه الصوت وكل حاجة. طبعا مش عاوز اكون صادم معاك واقولك انك لو بتلعب ببجي موبايل وشايف انك جيمر فانت مش جيمر، حتى لو بتلعبها عن طريق الايميليتور على البي سي. دي واحد. اتنين، لو كنت اتفرجت على الحلقة اللي فاتت كلها كنت عرفت ان قلت ان اللي بيحصل هو مجرد ايحاء سماعة بتشتغل بمستوى والتانية بتشتغل بمستوى اقل، فبالتالي بيبان لك انك بتسمع صوت محيطي وقادر انك تسمع الصوت وتحدد اتجاهه، وده طبعا برضو بناء على عملية تطوير اللعبة. فبعيدا عن الشكليات، احب اشكر كينغستون وعلامتها التجارية هايبر اكس في البداية انها بعتت لنا سيت اب جيمينج بريفرالز كامل من الالف للياء عشان نتكلم عنه في حالة انك ناوي تاخد الاجازه اللي جايه ان شاء الله من البدايه لعب، بما ان الامتحانات على وشك الانتهاء الا طبعا بتوع ثالثه ثانوي، دول ربنا معاهم. فالفيديو بتاعنا النهارده عباره عن تجربه لماوس باد وماوس وكيبورد وسماعه وريسترس. اول حاجة حابب ابدأ بيها هي السماعة عشان نكمل على الحلقة اللي فاتت. السماعة اللي معانا هي الكلاود ستينجر وايرلس، وهي مش سماعة جديدة، الفكرة انها بديل للسماعة الاولى الكلاود ستينجر، سماعة بادجت ليفل سعرها $50، في حين ان النسخة اللي معانا سعرها $95. طبعا لا جديد تحت الشمس، الفكرة انها وايرلس. السماعة بادجت زي ما بيقول الكتاب، من حيث خامات التصنيع هي مصنوعة بالكامل من البلاستيك، فخلي بالك لو بتلعب ماتش فورتنايت ومفيش قدامك غير واحد والواحد ده طلع نينجا بقدرة قادر، فلو قتلك وده غالبا اللي هيحصل لانه في الاول وفي الاخر نينجا، ما تحاولش تتعافى على السماعه. على الناحيه الثانيه السماعه مريحه جدا في استخدامها من حيث الكوشن اللي بتكون على ودانك، بالتالي هتقدر تستخدم السماعه لفتره طويله بدون مشكله، خصوصا انك تقدر كمان تتحكم في مقاس السماعه. ضيف على كده ان الدرايف كله بيتحرك بزاويه 90 درجه فيناسب الاستراكشر بتاع الجمجمه المختلف من شخص للتاني. كمان هتقدر لما تحطها حوالين رقبتك وانت ما بتستخدمهاش مش هتكون مضايقاك لانها هتاخد الشكل ده، بس نقطه الراحه نسبيه شويه، وخليني اقول لك ليه. انا مثلا شايف انها مريحه جدا في الاستخدام، في حين ان انا لما اديتها لاحمد عمرو يجربها بيقول ان المشمع اللي هو الجزء اللي بيفصل بين الجسم بتاع السماعه وودانك بيكون ملامس لودانك، فده هيضايقك شويه. انا ما حسيتش بالموضوع ده خالص، واتنين معايا بيقولوا نفس الراي، فعشان كده بقول لك ان الراحه في السماعه نسبيه زي الصوت بالظبط. سيستم الصوت في السماعه استيريو، كده كده انت بالنسبه لك موضوع الفيرتشوال سراوند سيستم ساوند معتمد على مطور اللعبه، واحنا حسمناه الحلقه اللي فاتت. من حيث الصوت السماعه كويسه بالاخص في الجيمنج لانها بالاساس معموله عشان كده، في السماعه هتقدر تميز بين مستويات الصوت المختلفه. في الافلام والموسيقى ما هياش السماعه الافضل، وده غالبا العادي في معظم السماعات الجيمنج، فكده ما فضلش في السماعه الا حاجتين: البطاريه والزراير. السماعه ما فيهاش غير بكره بتتحكم في مستوى الصوت بتاع السيستم كله، بتتشحن عن طريق مايكرو يو اس بي تايب بي، واخيرا البطاريه بتشتغل لمده توصل ل 17 ساعه على حسب كلام كينغستون وعلى حسب استخدامنا، بتشتغل عن طريق تردد 2.4 فمش هتقلق من المسافه، لان من مميزات التردد ده المجال الواسع على عكس ال 5 جيجا هرتز. فلو عاوز تبعد عن البي اس 4 بتاعك او البي سي ما عندكش اي مشكله، وليه مش الاكس بوكس من ضمنهم؟ لان السماعه بتشتغل على الاثنين دول بس. بالنسبه للمده اللي بتقعدها البطاريه فهي حتى الان الاعلى من حيث المده بين كل السماعات الجيمنج وايرلس. من السماعه نروح لسلاح الجيمر الاساسي، الماوس. الماوس يعتبر اهم القطع اللي من المفترض في الالعاب انك تهتم بيها، لانها ايدك على التريجر وعينك اللي بتتحرك جوه اللعبه، فلازم الماوس يكون
في قدر عالي من الاستجابة وسرعة في نقل الأمر بتاعك. الماوس زي أي قطعة ليه مواصفات معينة بتحدد إن كان ينفع للجيمينج ولا لأ. فمثلا الماوس اللي معانا البالس فاير سيرج جاي ببولينج ريت أو ريبورتينج ريت 1000 هرتز. والبولينج ريت أو ريبورتينج ريت لو ما تعرفش إيه هو، هو أهم عنصر في الماوس، لأن البولينج ريت عبارة عن السرعة اللي بينقل بيها الماوس الأوردر بتاعك للجهاز، أو تقدر تقول إنه زمن التأخير أو الوقت اللي بياخده الأمر بتاعك في إنه يسافر من الماوس للجهاز، والتردد اللي بيجي ليه هو أعلى تردد متاح في الماوسات الجيمينج وأفضلهم الحقيقة. غير كده الماوس جاي بسنسور بيكس آر 3389 بيقدر يشتغل على معدل دي بي آي بيوصل 16000، اللي يعتبر إلى حد كبير أوفر كيل على الماوس. والشخص الوحيد اللي ممكن يستفيد بالسرعة دي كلها على الأقل شخص معاه شاشة 4K أو شخص مركب أكتر من شاشتين عشان يقدر يسكرول ما بين التلات شاشات على الأقل. تقدر تغير بين مستويات الدي بي آي من الماوس أو من البرنامج الخاص بهايبر إكس، بداية من 100 دي بي آي لحد 16000 دي بي آي عشان تناسب جميع أنواع الألعاب اللي بتتطلب سرعة عالية زي ألعاب الموبا أو سرعة أقل زي ألعاب الشوتر. الماوس ما فيهوش أي زراير كتير غير بس الزراير الأساسية، يعني مش ماوس موبا جيمز. هايبر إكس بتحط الماوس ده تحت قائمة ألعاب الـ FPS. الماوس هيناسب أي ماسكة سواء كلو أو بالمة على حسب حجم إيدك، مريح جدا في الاستخدام طول فترة استخدامي ما بين ألعاب أو استخدام عادي ما تضايقتش منه. استجابة الزراير ممتازة، مش محتاج إنك تضغط جامد عشان يستجيب معاك الزرار. يقال إن عمر الزراير الافتراضي على حسب كلام كينغستون يوصل ل 50 مليون كليك، لأن السويتشز اللي موجودة فيه من أمرن، ودي موجودة في كل الماوسات الهاي إند. كل ده وبسعر 55 دولار ومعاه RGB من نوع أدريسابل وفي منطقتين، واحدة حوالين الماوس 360 درجة والتانية لوجو هايبر إكس. ضيف على كده إنك تقدر تتحكم في الإضاءة عن طريق زرار الدي بي آي مع الفورورد والباكورد. سيبك من ده كله وتحكم من خلال البرنامج. البرنامج هيقدر يخليك تتحكم في شكل الإضاءة وتحدد خمس مستويات للدي بي آي، ولكل مستوى هتعيل له إضاءة معينة عشان تبين إن أنت على المستوى ده من الدي بي آي. وممكن تعمل ماكرو كيز عن طريق البرنامج تقوم بوظائف معينة. غير كده إنك من البرنامج تقدر تحفظ ثلاث بروفايلات على الماوس عشان الانترنال ميموري اللي موجودة، وتقدر تغير بينهم من الماوس. من أكتر الحاجات اللي عجبتني إن أقدر أعمل مود إضاءة خاص بيا، لأنك زي ما أنت شايف الـ RGB من نوع أدريسابل، وده بيخليك تتحكم في كل ليد بشكل مختلف عن التاني. فأنت وذوقك، ولو مش حابب كده ممكن تخلي الماوس ينور على شكل اللعبة اللي أنت بتلعبها بصورة مستمرة. ومش بس الماوس اللي معانا هو اللي بينور RGB، في عندنا كمان الكيبورد الألوي كور. الكيبورد ده بسعر 50 دولار، كيبورد بادجت من حيث السعر ومن حيث المواصفات، من نوع ممبرين الخامة من البلاستيك المقوى. شكل الكيبورد ووزنه هيخليك تحس ان الكيبورد من المعدن. الكيبورد زي ما قلت ممبرين، وده هيديك 3 مميزات. الاول انه مضاد للرذاذ، يعني لو وقع عليه شوية مية، نسكافيه، قهوة، الحاجات اللي بنشربها بعد الفطار كل سنة وانتم طيبين، مش هيحصل مشكلة. التانية انه هيديك صوت هادي جدا لو انت مش محبي صوت الميكانيكال. تلاتة هيديك انتي جوست بعدد 6 زرار، يعني انت ما عندكش مشكله لو بتلعب لعبه ومطلوب انك تدوس اكتر من زرار في وقت واحد. الكيبورد بينور RGB من النوع التقليدي، معتمد على مناطق اضاءه معينه، عددها 5 مناطق. مفيش اي رفاهيه انك تعمل نمط اضاءه خاص بيك، هو مديك 5 انماط اضاءه تغير ما بينهم، وكمان تغير بين مستويات الاضاءه في 3 مستويات، والتالت ما هوش الحقيقه مستوى اضاءه، هو في الحقيقه بيقفل الاضاءه كلها. يبقى الكيبورد بيدعم مستويين والتالت هو الاوف. الكيبورد كاستخدام في الالعاب او استخدام التقليدي ما عنديش اي شكوى فيه خالص، غير حاجة واحدة بس وهي السعر. الحقيقة الكيبورد سعرا هو مناسب لكيبورد من النوع ده، وفيه RGB وفيه مالتي ميديا كي منفصل عن الكيبورد وجيمنج مود بيزك جدا بيقفل بس الويندوز كي. لكن النقطة اللي انا بتكلم فيها هو ان التوجه العام دلوقتي في الكيبوردز الميكانيكال، فاللي ناوي على كيبورد احترافي ممكن يروح مثلا للموديل الاعلى من هايبر اكس، وده كيبورد ميكانيكال ب 70 دولار وفيه الفول كيبورد لو انت بتحب النمباد ب 80 دولار. اي نعم ما هوش RGB بس ميكانيكال. مش معنى كده ان الكيبورد وحش، بالعكس الكيبورد زي ما قلت كويس جدا في الاستخدام العادي والجيمز، ومن حيث الخام اللي متصنع بيها هو ممتاز، وطبعا من حيث السعر اللي مناسب لحد ناوي يبدا جديد في موضوع الجيمنج او ناقل من كونسول ورايح للبي سي وحابب ياخد تجربه افضل من الكنترولر. الكيبورد ده هيكون اختيارك الاول. فلو بتستخدم الكيبورد كتير هايبر اكس بتوفر لك ريست ريست ريست، مش اسمها غريب قوي، ريست ريست يعني
سعرها $20 اللي غالبا ممكن حد يشوفها رفاهيه شويه، لان غالبا اخر مره شفنا فيها حاجه زي كده كانت في الماوس بادل بخمسة جنيه، اللي بالمناسبه بقتش بخمسة جنيه خالص. لكن احقاقا للحق الخامه اللي متصنعه منها ممتازه جدا ومريحه جدا الحقيقه في الاستخدام، ده في حاله طبعا ان ايدك في نفس مستوى الكيبورد، مستوى اقل من كده الوضع هيكون بالنسبه لك غير مريح. غير كده ما بتتزحلقش عشان الظهر معمول من كاوتشوك بيمنع انها تتحرك من ايدك الا لو انت قصد. يمكن الريست ريست مش اختيار عملي شويه في الجيمنج، او ممكن تشوفها رفاهيه حبتين او راحه زياده عن اللزوم لو انت من النوع اللي بيكتب كتير، لكن الماوس باد الجيمنج مش رفاهيه. الفكره في الماوس باد الجيمنج انها بتكون متصنعه بخامه اعلى من الماوس باد التقليديه، والخامه الاعلى دي عشان تكون حركه الماوس سلسه، ما يكونش فيه بقى مطبات او حاجه تعطل حركه الماوس. اتنين، الماوس باد التقليديه ما فيهاش احجام كبيره، ويمكن الاحجام اللي بتلاقيها كلها بتكون مكفيه الماوس بالعافيه، وغالبا هنا انا بتكلم عن الماوس باد اللي كانت بخمسة وبقت ب15 جنيه. الماوس باد اللي معايا هي الفيوري اس، جايه من ضمن اربع احجام، سمول ميديوم لارج واكس لارج. الفكره ان السبب اللي يخليك تستخدم ماوس باد لارج بالحجم ده او هو الحجم الكبير بالنسبه لك هو الدي بي اي. فاكر لما قلت من شويه ان الدي بي اي مثلا زي 16000 لو انت بتستخدم شاشه واحده 1080 بي او 1440 مش هيكون مناسب، لان الماوس هتكون حركته سريعه جدا، وبما ان الاكثر شعبيه في الدقات هما الاثنين دولت الا ان الافضل للجيمنج خصوصا في الالعاب من نوعيه الاي سبورتس هي ال 1080 بي، وده عشان الريزولوشن ده مش محتاج امكانيات عاليه، وسعر التجميعات بتبدا من $500 فما فوق. الفكره بقى ان المحترفين من نوعيه العاب الاي سبورتس دايما الماوس بيفضل على دي بي اي قليل جدا، احيانا 400 دي بي اي، وعشان حركه الماوس تكون بطيئه وتكون دقيقه فهيضطر انه احيانا يستخدم ماوس باد بالحجم ده عشان يقدر يتحرك لمسافه كبيره، وبما ان الماوس هتكون حركته كتير فيكون محتاج ماوس باد ثابته، وده بالظبط اللي موجود في الفيوريوس. الظهر بتاع الماوس باد زي الظهر بتاع الريست بالظبط، معمول من كاوتشوك عشان يكون ثابت على المكتب، هتكون الحركه الوحيده هي حركه الماوس بس مهما كان مستوى الهبد اللي انت بتعمله على الماوس باد. الماوس باد دي سعرها $20، والنقطه دي تدي ميزه كمان للماوس، وهو انك لما بترفع الماوس وتنقل بيه من مكان لمكان مفيش اي تاثير بيحصل على وضع الماوس على الشاشه، يعني السنتي اللي بترفع بيه الماوس ما بيخليش السنسور يستجيب، فبالتالي مفيش تاثير على حركه الماوس على الشاشه. سريعا كده لو انت بتفكر تنقل البي سي من اللابتوب او من كونسول وحابب تجمع جهاز، فاحنا عندنا حلقات كتير على القناه هتناسب مختلف المميزات ان شاء الله، الا اللي عاوز ميزانيه اقل من $500. فلو عاوز تبدا بكيت جيمنج سعرها كويس وادائها كويس، اعتقد ان الاختيارات اللي معانا النهارده دي ممكن تكون اوبشن بالنسبه لك. وللمعلومه القطع دي بتتباع منفصله مش مع بعض، ممكن بعض المواقع تحطها في بندل، عشان كده هتلاقيني قلت سعر كل قطعه لوحدها. فالاسعار كده مره كمان، الماوس $55، الكيبورد $50، الهيدفون $96، الماوس باد اللارج $20، والريست ريست $20. في بعض القطع متاحه في الوطن العربي بس اسعارها غريبه شويه. الكيبورد مثلا سعره يقدر ب $50، لقيت ان سعره يوازي $108 اللي هو بالظبط 1864 جنيه. الماوس موجود سعره 2000 جنيه اي ما يوازي $117. ممكن الماوس يكون سعره طبيعي بعد الضرايب والجمارك والشحن واللازم منه، لكن الكيبورد لا. وده يرجعنا لنقطه مهمه حابب ادردش فيها معاكم في حلقه جايه بعدين، هتجيلك ان شاء الله لما تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير وتعمل لايك لو حلقتنا عجبتك وتفعل البيل بتاع النوتيفيكيشن عشان تجيلك اشعار بالحلقات الجديده. وكالعاده رايك تحت في التعليقات. اشوفكم.